السلام عليكم متتبعين قناة الطبخ مع عزيز العبدي، كديرين بخير لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم دائما بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال، وكنشكر جميع المتتبعين لا القدام ولا الجداد اللي دخلوا عندنا من أرض الوطن وخارج أرض الوطن، وتحياتي لكم كبيرة. الله يكبر بكم والله يكثر خيركم، ونتمنى الفيديوهات اللي كنقدم لكم أو الوصفات أو الطرق ديال الطبخ اللي كنعرف ليها أنايا تنال الإعجاب ديالكم، وتكون عند حسن الظن ديالكم، وتكون في المستوى المطلوب اللي نتوما تقبلوا عليه بيا. الله يجازيكم بخير وكنشكركم بزاف. أنا راني طباخ مناسبات ديال الحفلات، ولكن كتعرفوا نتوما مع هاد الجائحة وهاد الوباء القضية وقفات، قلنا نفتحوا هاد القناة لعل وعسى ربي يسر الحال ديالنا وديالكم، وسنة سعيدة علينا وعليكم. ندخل باش ما تمنيتو إن شاء الله الصحة والهنا وطول العمر والعافية يا صدر ربي. واليوم العبدي جا وجاب، جيت باش نشارك معاكم الطريقة ديال البغرير البلدي العبدي، بلا مواد زايدة، بلا مواد ناقصة، بلا بيض، بلا خمارة ديال الألزا ولا ديال بيكربونات ولا شي حاجة. طريقة البلدية كيف كنا كنعرفوه، غير الخميرة والدقيق، يعني الدقيق أو الفورس كذا كذا، والسميدة ديال البغرير بالطبيعة، هذا هو الأساس. وتابعونا على المكونات، وقبل ما نوريكم المكونات غادي نوريكم الغداء اللي وجدت اليوم ديال الريجيم صحي خفيف ظريف، عاد باش غادي ندخلو على المكونات ديال البغرير ونصوبو البغرير. الحلقة اليوم على البغرير، هذا هو الغداوة ديال العبدي اليوم كيف ما كتشاهدوا. دجاج مشوي في الفران، رافقته بالروز مسلوق مع خيزو مع الجلبانة، وبالطبيعة بطاطا هي كذلك ومثال مسلوقة. اليوم لعبت غير على المسلوق، الزيتون، الشفرول الخضر ديال لي صالاد، وبطبيعة شوية سلادة كيف ما كتشاهدوا بالخس والخيار والفلفلة الخضراء ومطيشة السوريس. هذا هو الغداء ديالنا على قد الحال، نتمنوا ينال الإعجاب ديالكم ويكون عند حسن الظن. ودابا باش غادي ندخلوا كيف قلت لكم على المكونات ديال البغرير. كيف ما كتشاهدوا هادو هما المكونات ديال البغرير البلدي. عندي جوج فناجن ديال السميد ديال البغرير، السميد رقيق ديال البغرير، جوج فناجن بهاد الحجم. المهم غتاخدو نتوما جوج باي عبار باي كاس، باش ما بغيتو تعبروا بالزلافه، باش ما بغيتو تعبروا. المهم جوج سميد وواحد فورس انا اللي كنخدم به، وبالطبيعه الخميره مكسكسه ها هي كيف ما كتشوفوا، والملح دائما كتبقى حسب الذوق، ضروري من الملح، الا ما درتوش الملح ما كيجيش البغرير زوين. والماء دافي، كي قلت لكم الماء دافي باش غادي نخلطوا هذا البغرير ديالنا. ودابا بسم الله على بركه الله باش غادي نبداو نجمعوا في المكونات. هنا بسم الله على بركه الله عندنا الخميره هي هذه كيف ما كتشاهدوا، ها هي مكسكسه. هنا باش غناخذ واحد شويه ديال الماء نخلطها بهذا الشكل. الا بغيتو ديروا معها شي حبه ديال السكر ديروا، لا بغيتوش خلوها غير بحال هكايا. خلطوها بالماء ونغطيوها ونخليوها حتى نرجعوا لها من بعد. هنا بسم الله كناخذوا هذا الاناء كنوضعوا فيه هاد جوج كيسان ديال سميت البغرير، وهنا كناخذ الماء. بسم الله الماء كيبقى على حسب الخليط، عجينة البغرير ما كتبغيش تكون مطلوقه بزاف وما كتكونش عاقده بزاف. علاش انا ما خلطتش الفورس مع السميده ديال البغرير؟ دابا خويت عليه الماء وحركته بهاد
الدراب اليدوي باش يتطلق، ونبدا نضيف شويه بشويه ديال الماء. الطريقه ديال البغرير ديال الناس زمان كنا كنعجنوه في القصري، كانوا العيالات كيعجنوه في القصري، ما كيتعجنش بالماكينه ديال اليدويه ولا بالطراب الكهربائي كيف دابا. وما كنضيفوش ليه الخل، وما كنضيفوش ليه البيكربونات، وما كنضيفوش ليه حتى شي ماده ما كنضيفوها ليه. هاد البغرير كيجي صحي ولذيذ وناجح 100%. تبعوا غير الطريقه ديال العبدي ومرحبا بكم. دابا نخلوه يرتاح واحد شويه وغادي نرجعوا ليه تقريبا ديال شي 5 دقائق، المهم نقولوا ما بين 5 دقائق 10 دقائق، وغادي نعاود نرجع ليه. دابا بعد ما دازت تقريبا 7 دقائق، حسبت انا بالمكانه 7 دقائق، هو هذا البغرير. نرجعو نضربوه مزيان ونزيدو واحد شويه ديال الماء. ودابا باش غادي نبدا نضيف الدقيق ديال الفرينه او الفورس، بسم الله بالتدريج. هذه الطريقه ديال العبدي في البغرير، في عجينه البغرير. ديما العبار كيبقى عينك ميزانك، لا بالنسبه لقياس الماء، كتبقى عينك ميزانك. نضيف هاد الكاس نكملو كيف ما كتشاهدوا. شوفوا العجينه ديالتو كيف ولات. تقريبا بحال عجينه ديال الكيك، ولكن كيكون واحد شويه مغير عليها. نقلبوا بالمغرف، هي اللي غادي تبين ليا. شتو العجينه كيف دايره، ما جارياش ما عاقداش. ودابا نرجع نشوف الخميره فين ولات. ها الخميره كيف ما كتشاهدوا نضيفها، بسم الله. نخلط الخميره مزيان ونرجع ندير شويه الملح. دائما الملح كتبقى حسب الذوق، ولكن حاولوا ما تكثروش الملح، لاننا مازال غادي نديروا فيه مثلا العسل، الزبده، كل واحد كيفاش يعني باش كيقدموا. كاين اللي كيبغي غير بزيت العود طبيعي، الاذواق كتختلف. دابا بعد ما خلطنا الملح مع الخميره مع البغرير، نقلب ديما نعبر بالمغرف، لان المغرف هي اللي كتبين ليا كنعرف العجينه واش مطلوقه او مثلا واقفه ولا خاصها شي حاجه. هذه الطريقه ديال تعجينه البغرير.
العبدي من يد عزيز العبدي. نتمنى هنا الاعجاب ديالكم وتجربوه وتطبقوه وترجعوا عليا الاخبار. بعد نتسناو على بعد ما يخمر ان شاء الله باش غادي ندوز نطيبوه في الطاجين ديال الطين. دابا باش نسد عليه ونخليه يخمر. وهالبغرير ديالنا دابا باش غادي نقلبوه. بسم الله بسم الله. هو هذا هو خمر. كنحركو بهذا الشكل بعد ما يخمر. نحاولوا نخلطوه مزيان باش ما يبقاش فيه دوك الخيوط. شوفوا الشكل ديالو كيفاش ولا. نتمنى البغرير العبدي ينال الاعجاب ديالكم ويكون عند حسن الظن. المتسبعين والمتبعات الكرام من ارض الوطن وخارج ارض الوطن. ودابا باش غادي نرجعوا ونسخنوا الطاجين ديالنا. هنا انا خديت المجمر كيف ما كتشاهدوا، شعلت فيه الفاخر. دابا باش غادي ناخذ الطاجين ديالي. بسم الله. غنطيبو في الطاجين ديال الطين كيف ما كتشاهدوا. هنا باش غادي ناخذ واحد البيضه. بسم الله. غنحاول هاد البيضه ندربها مزيان. هادي باش غادي ندهنوا الطاجين ديالنا او الفراح كيف كنقولوا. غندير معاه واحد شويه ديال الزيت النباتي. ترطيبه ديال الطاجين. هذه الطريقه ديال موالين بكري، ما كانت لا طيفه لا والو. ندربها مزيان ونرجع معاه. هنا باش كناخذ واحد الشيفونه نقيه كيف ما كتشاهدوا، وكناخذ هاد الجبانيه. بسم الله. كندهن الزيف وسط الجبانية ديال البيض. بسم الله. وكنحاول ندهن هاد الطاجين. هذه هي الطريقة ديال موالين بكري، الطريقة الأصلية اللي كنا كنصوبو بها البغرير بكري والزمان الجميل. هنا عندي واحد شوية ديال الزبدة. كناخد شويه ديال الزبده كيف ما كتشاهدوا بنفس الشيفون، وكنحاول ندهن الدور ديال هاد الزبده كترطب الطاجين باش البغريره ما تلصقش. ايوا هنا فين بغيتكم تتبعوا العبدي وتشوفوا الطريقه ديالته والطريقه ديال الناس زمان كيف قلت لكم. يا بسم الله يا بركة الله يا رضا الوالدين. والبغرير راه ما كيبغيش يتشاف، اللي شافو يشوفو بعين الرحمة. اللي كيصاوب البغرير خاصو يكون بوحدو. بسم الله بسم الله. شوفوا العبدي كيفاش رمى البغريرة. حاولوا غير نضيعوها ما نوركوش عليها بزاف باش العيون ديالها ما يتسدوش. وهنا فين بغيتكم تشوفوا السر ديال العبدي. طياب الطين لا يعلى عليه. انا حاولت نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا البغرير. نتمنى طريقة العبدي في طياب البغرير في الطاجين ديال الطين على الفاخر تنال الاعجاب ديالكم وتكون عند حسن الظن ديال المتسبعين والمتبعات الكرام من ارض الوطن وخارج ارض الوطن. وطياب الطين لا يعلى عليه كيف قلت لكم.
انا حاولت نشد معاكم البغريره على الاخر. ما كيلصق ما والو. كناخدو مثلا شي سكين ولا شي حاجه ديال المطبخ بلاستيك او معدن ماشي مشكل. بسم الله كنحاولوا ندور يدينا على البغريره بحالكم باش تهز من جناب ونخليوها تكمل الطياب ديالها. اني ما قطعتش الفيديو بغيتكم باش تشوفوا الطريقه بالضبط. شوفوا البغرير كيف جا مخرج تبارك الله وصلى على النبي بلا خماره بلا بيضه بلا حتى شي حاجه وسط منه طبيعي على حقو طريقو بغرير. واش من بغرير والله ما نقطع الفيديو حتى تشوفوا البغريره طابت من الاول حتى الاخر. عاد غنكمل العمليه ومعاكم ان شاء الله حتى طبق التقديم. البغريرة هي وجدات بسم الله بسم الله. شوفوا البغريرة من الظهر ديالها وشوفوا البغريرة كيفاش جات مخرجة تبارك الله وصلى على النبي كالشهدة. هذا هو البغرير ديال العبدي ونفس الطريقة كيف درنا في الأول نعاود ندهنو بالبيض ونفس الشيفونه ناخذ شويه ديال الزبده. انا واخا كندير الفيديو طويل المهم كاينه الفائده. وتابعونا ان شاء الله حتى نكملوا. وهذا البغدي العبدي الله العظيم العبدي سيصوت على البغرير بالرابوز كيف ما كتشاهدوا. هذا هو الرابوز باش ديما العافيه عندي تبقى مطلع عليا البغرير العيون ديالو يتخرجوا. عندنا المجمر عندنا الطاجين في الدار علاش ما نديروش؟ ماشي بشرط الانسان حتى يكون ساكن في الباديه عادي يقلب على الحوايج ديال الطين. ضروري من الانسان كيبغي واحد الحويجه راه طبيعيه مره مره. شوفوا البغريره كيفاش جات. ها هي ستكمل في الطياب ديالها. عندي هو غادي مع البغرير دقة دقة. وما كاين غير السلطان باش البغرير يتحلوا لي العيون ويجي مخرج بحال الشهد وبنين وزين ويحمر الوجه قدام الغريب والقريب. ما قال لا طفال ولا ولا طفالة. عندي الطفال والله العظيم ولكن مره مره بنادم كيبغي يبدل. ها الطفالة هي يا عندي وما شهيتكم فيها العيالات الاولاد الرجال بغرير. واش من بغرير ديال الليل طراس العام. وكيف قلت لكم ديما البغريره ملي تشرب ندور عليها بحال هكايا من الجناب باش تسهل علينا التحياد. بالنسبه للطفال لا
شوفوا البغريره كيفاش جات. وراه هذا هو البغرير الطبيعي اللي كانوا كيديروا الناس زمان. هادشي ديال البريستيج ديال دابا ديال 5 دقائق بغرير في 5 دقائق انا راه ما كيخدمش ليا. هذا هو الصحي والصحيح. وها البغرير ديال العبدي وجد كيف ما كتشاهدوا، والطبيله ديالته مع حريره بالبلبوله ديال الشعير. هذه هي الحريره ديال البلبوله الشعير كيف ما كتشاهدوا. ندير لكم الوصفه ديالتها ان شاء الله دوا البرد. وبالنسبه للبغرير هو هذا بغرير العبدي مع الزبده البلديه والعسل الحر. العسل الحر بالشهده ها انتم كيف ما كتشاهدوا. ونتمنوا الفيديو ديال اليوم كي قلت لكم ينال الاعجاب ديالكم. والبراد مشبشب بسم الله. الكاس برزتو كيف ما كتشاهدوا. ونتمنوا الطابله ديال العبدي ديال اليوم وطريقه البغرير تنال الاعجاب ديالكم وتكون عند حسن الظن ديال المتتبعين والمتتبعات الكرام. وكنشكركم والله يجازيكم بخير على التفاعل ديالكم. وما تنساوش اللايك والاشتراك والبارطاج باش هاد القناه تطلع ان شاء الله بكم ومعاكم. والله يكبر بكم والله يكثر خيركم والله يرحم لكم الوالدين والله يجازيكم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع فيديو جديد إن شاء الله في قناة الطبخ مع عزيز العبدي.